مساء الخير واهلا بيكم. يوم جديد ونبض القاهره. النهارده احداث كتير وفعاليات كتير واخبار كتير. هنبداها بالنشاط للرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بداوا النهارده طبعا بحضوره لمراسم تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير اللي تم انتخابه للمره الكتيره يعني. ولكن النهاردة كان موجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم التنصيب للرئيس السوداني لولاية جديدة واللي تمت داخل المجلس الوطني السوداني، وهو هناك بيعتبر يعني المجلس الوطني السوداني هو البرلمان السوداني أو مجلس النواب أو مجلس الشعب عندهم. طبعا كانت وصل الرئيس النهاردة بتوقيت الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وكان في استقباله طبعا عدد من المسؤولين وحضر الرئيس. خلوني طيب قبل ما نتكلم على النشاط النهارده بتاع سيادة الرئيس واللي بدأوا زي ما قلت بالمشاركة في مراسم تنصيب رئيس السوداني لولاية جديدة، خلوني اخد سيادة الوزير منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة من ألمانيا، وطبعا سيادة الوزير بيرافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته المهمة جدا لألمانيا. مساء الخير سيادة الوزير. اهلا مساء النور استاذة سحر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، وقول لنا بقى الكواليس هذه الزيارة المهمة اللي توجه ليها الرئيس والوفد المرافق ليه، والكلام على الاتفاقيات وعلى التعاون المشترك اللي هيكون بين مصر وألمانيا خلال الفترة الجاية، واللي هيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذه الزيارة. اولا انا في طريقي الى المطار انتظارا لوصول سيادة الرئيس من الخرطوم، متوقع ان يوصل في خلال ساعة ونص. البرنامج الحقيقة برنامج كبير وطويل، ينقسم الى جزئين. في جزء سياسي سيقابل سيادة الرئيس المستشارة انجيلا ميركل، هيقابل السيد رئيس جمهورية ألمانيا الداخلية، سيقابل السيد وزير الخارجية، إنما أيضا هناك شق اقتصادي مهم جدا، حيث غدا صباحا ستعقد اللجنة المشتركة المصرية الألمانية، سيجروها ندوة كبيرة سيحضرها أكثر من 187 شركة ألمانية وعدد لا يقل عن 100 رجل أعمال مصري حضروا من مصر، تأكيدا لاهتمامهم بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع ألمانيا. أيضا سيلتقي السيد الرئيس مع عدد من كبرى الشركات الألمانية على الفطار بعد بكرة صباحا، ثم يلتقي على انفراد مع عدد آخر من هذه كبرى الشركات الألمانية. أما عن الاتفاقيات، فأهم اتفاقية ستوقع هي الاتفاقية الإدارية مع شركة سيس لبناء محطات الكهرباء التي نحتاجها لحل مشكلة الطاقة في مصر. إنما أيضا هناك عدة اتفاقيات أخرى، منها الاتفاق الذي سيوقع ما بين معرض برلين اللي هو برلين ميسي مع المجلس التصديري للحشرات الزراعية، لتكون مصر ضيف الشرف في معرض فروت لوجيستيكا اللي هو أكبر معرض للخضر والفواكه في العالم، الذي يعقد سنويا في شهر أكتوبر في مدينة برلين، ويفعل الاستضافة الشرفية لمصر سيكون لسنة 2016. وده الحقيقة نقطة مهمة، لأنه دليل على أن مصر فرضت نفسها على خريطة الصادرات بالصادرات الزراعية. وأيضا سيفتح أعتقد فرص كبيرة لزيادة الصادرات من السلع الزراعية من الفاكهة والفواكه والخضر، ليس فقط لألمانيا إنما للعالم أجمع، لأنه زي ما قلت لك هذا هو معرض دولي وعالمي.
بالإضافة إلى ذلك نحن نسعى للاستفادة من الخبرة الألمانية في التعليم الفني، نسعى للاستفادة من خبرتهم في تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة، ونسعى أيضا لإقناع قطاع الأعمال الألماني للاستثمار في مصر بعد عرض فرص الاستثمار المتاحة بما فيها منطقة قناة السويس وتنمية منطقة قناة السويس. ويهمني أقول لك أيضا أنه معنا السيد فريق مميش والبشمهندس يحيى زكي من الذي وضع الخطة خطة تنمية منطقة قناة السويس فضلا عن معالي وزير الكهرباء ومعالي وزير الاستثمار. كل دي فرص عظيمة لعرض الخطة الاقتصادية المصرية لإصلاح الاقتصاد ولنهضة به ورفع معادلات التنمية وجذب الاستثمارات الألمانية والأجنبية عامة. يعني إذا هي زيارة مهمة بكل المعاني أو بكل الجوانب سواء السياسية سواء الاقتصادية، يمكن بس حضرتك ما كلمتناش على إن كمان محتاجين دعم في موضوع السياحة لأن بورصة برلين أنت على حق تماما. تعرفي إنه ألمانيا هو ثالث بلد مصدر للسواح في مصر. صحيح. بلغت ذروة عدد السواح الألمان إلى مصر سنة 2008 وبلغ عددهم 1,250,000. للأسف بعد سنة 2008 نتيجة للأزمة المالية التي اجتاحت العالم وألمانيا بالتحديد والظروف التي مررنا بها في مصر منذ سنة 2011 انخفضت هذه الأعداد، وأملنا أنه السنة دي سنة 2015 يبلغ عدد السياح الألمان 1,000,000 لنقترب من العدد القياسي الذي تحقق سنة 2008. أكيد سيادة الوزير برضو حضرتك بتلمسوا حفاوة في الاستقبال للرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا على مستوى طبعا القيادة الألمانية، لأن طبعا تم توجيه الدعوة لي لهذه الدعوة. استاذ صحت لا ما اقدرش اجيب على هذا السؤال اليوم، حكون في موقف يسمح لي ان اجيب عليه غدا بعد لقاء الرسميين الالمان وبعد وصول السيد الرئيس. الى الان نحن في شرف استقباله وارد على هذا السؤال بكره ان شاء الله. خلاص هنتصل بكرة خلاص إن شاء الله. ولكن إذا زي ما قلنا إن هي زيارة مهمة جدا بالنسبة لمصر، هذه الزيارة للرئيس ولوفد رفيع المستوى طبعا من الوزراء ومن المسؤولين. بشكرك سيادة الوزير على هذه المداخلة، وإن شاء الله نتواصل خلال أيام الزيارة كمان. بشكر حضرتك الوزير منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة من برلين. زي ما سمعنا من سيادة الوزير ان هي بالفعل زيارة مهمة على كافة الأصعدة او على كافة المجالات سواء المستوى السياسي سواء المستوى الاقتصادي سواء المستوى الاستثماري. النهاردة احنا بنتكلم على ان مصر واعدة، مصر بتفتح ابوابها للاستثمار في مصر، المؤتمر الاقتصادي وكل الشغل اللي حصل فيه وكل الدعم اللي حصل فيه وكل الصورة المهمة جدا اللي ظهرت للعالم على ان مصر بالفعل بتتغير ومصر هتكون هي القبلة الحقيقية للاستثمار خلال الفترة اللي جاية مع تغيير التشريعات والقوانين ومع كل القضاء على كل المعوقات اللي هي ممكن تعوق الاستثمار في مصر. يعني مصر بتبتدي وبتفتح صفحة جديدة في كل المجالات، مصر فعلا بيحدث فيها تغيير حقيقي. النهاردة الزيارات اللي بتحصل دي مش مجرد ان هي يعني زيارات بتتم، ولكن لا ليها مدلول وليها معنى وبيبقى في نتائج منتظرة ومرتقبة منها بشكل كبير جدا. يمكن الكلام كمان على ان في وفد مصري طلع، وفد شعبي، وفد فنانين، وفد رجال اعمال طبعا، وده امر مفهوم ان في عدد كبير جدا من رجال الاعمال اللي بيشتغلوا
في مصر او اللي بيشتغلوا كمان الالمان اللي موجودين وبيستثمروا في مصر في عدد كبير ما كانش غالبيتهم النهارده في هذه الزياره، وزي ما سمعنا من وزير الصناعه والتجاره ان هيكون في مؤتمر كبير جدا هيضم معظم رجال الاعمال سواء المصريين او سواء الالمان اللي بيستثمروا في مصر. يعني بكل معنى الكلمة ان في شغل وفي زيارة مهمة جدا. الناس طبعا في ناس كتير بتتكلم على ان ليه طالع وفد من الفنانين او ليه طالع عدد من الفنانين، ليه طالع الدبلوماسية الشعبية ناس مثلا شخصيات عامة طالعين بيصاحبوا الرئيس في هذه الزيارة، اللي الناس ممكن تكون مش قادرة مثلا تقدره او ممكن يكون في مثلا مبالغه في حجم هذه الامور. اولا ما حدش طلب من حد ان هو يسافر، ولكن النهارده كمان اللي سافر سافر اكيد على نفقته، لان الرئاسه ما بتدفعش مصاريف او تكاليف لسفر حد، وده حتى على مستوى حتى الصحف القوميه اللي هي تابعه للدوله، ودي معلومه لازم الناس تعرفها كويس جدا. يعني الرئاسه ما بتروحش تبعت تذاكر وتبعت حجز فنادق وتقول للناس اتفضلوا تعالوا، ولا بتاخد حد معاها على طيارة الرئاسة ولا الكلام ده، غير الوفد الرسمي اللي هو طالع مع سيادة الرئيس، وده في كل السفريات او ده في كل الزيارات. ولكن الناس اللي بتروح والناس اللي بتتواجد هناك في البلدان اللي هي ممكن يكون فعلا في حفاوة في الاستقبال للقيادة المصرية أو الرئيس المصري، ده موضوع محمود، وده موضوع ما يزعلش حد أو يخلي حد إن هو يتكلم بكلام مش حقيقي أو كلام مش دقيق. الناس اللي بتعمل الكلام دوت بتشارك، لأن النهاردة في مظاهرتين من المفترض إن هم هيكونوا موجودين، وده تأييد ودعم شعبي للرئيس المصري في برلين. ليه بيحصل الكلام ده؟ طبعا الفترة اللي فاتت حضراتكم سمعتوا وقريتوا وعرفتوا عن المجرمين الإخوان والمنتمين ليهم اللي هم موجودين بشكل كبير جدا، وإحنا قلنا الكلام دوت في حلقة سابقة في ألمانيا. ألمانيا بتعتبر هي وإنجلترا من أكتر الدول اللي موجود فيها عدد من المنتمين لهذا التنظيم الإخواني، وطبعا أعوانهم وأسلافهم وكل التيارات الأخرى المتطرفة اللي بتنتمي إليهم أو اللي خرجت من عندهم. في دعم كبير جدا من قطر، في دعم كبير جدا لهؤلاء المجرمين وهؤلاء الإرهابيين من تركيا، على اعتبار كمان أن في جالية تركية كبيرة جدا بتعيش في ألمانيا. الدعم ده بيخلي هؤلاء المجرمين وهؤلاء الإرهابيين طبعا تسول ليهم أنفسهم إن هم يعملوا أو يعكروا صفو الزيارة، يتصرفوا التصرفات الإجرامية والإرهابية، يحاولوا بكل طريقة، لأن هم يعني زي ما حضراتكم عارفين هم بلا عقل بلا ضمير بلا أخلاق بلا أي شيء يعملوه عشان بس التشويش عن مصر والتشويش على التغيير اللي بيحصل في مصر، التشويش وقلة الأدب على القيادة السياسية، أي شيء هم عايزين يعملوه عشان يظهروه في وسائل الإعلام عشان يخربوا على مصر ويخربوا أي شيء ممكن يكون بيحصل. لما يطلع وفد شعبي من مصر وما يطلع حتى عدد من الفنانين ان هم يكونوا موجودين عشان يبقوا موجودين في تظاهرة سواء امام مقر الرئيس او امام مقر الرئاسة الالماني وقت ما الرئيس هيروح هناك ويتم استقباله، ده مش حاجة وحشة ودي حاجة ما تزعلش حد. ثانيا كمان في جالية عربية، في جالية مصرية كبيرة جدا موجودة في ألمانيا، وفي جاليات موجودة تانية في عدد من الدول الأوروبية هي كمان هتنضم ليهم وهيجوا، زي لما احنا كنا في موجودين في نيويورك وجم مصريين وجم عرب من غالبية الولايات الأمريكية، وناس جت من كندا وناس جت من أماكن أخرى عشان تكون موجودة في استقبال الرئيس المصري. ده ما يزعلش حد وده ما يخليش الناس تقعد تقول او البعض يقعد يقول ايه دول رايحين يعملوا ايه. لا، دول مصريين ورايحين يحتفوا بالرئيس المصري وهو في زيارته لألمانيا بدعوة من
القيادة السياسية الألمانية يعني ما فرضناش نفسنا عليهم، وفي إطار عمل دعم ودفعة كبيرة جدا للعلاقات المصرية الألمانية على كافة الأصعدة وكافة المستويات. وزي ما سمعنا من وزير التجارة والصناعة هيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، هيتم العمل على دعمه على شغل مشترك أكبر خلال الفترة الجاية على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى السياحي. وزي ما سمعتوا حضراتكم إن إحنا ألمانيا تعتبر السوق الثالث للسياحة في مصر، يعني دولة مهمة مش بس في مجال الصناعة وتوليد الطاقة والاستثمار لا، هي دولة مهمة بكل معنى الكلمة. ده ما يزعلش حد لما نلاقي كده ان في رموز مصرية، سواء فنانين سواء ناس عاديين سواء ناس من الجالية اللي عايشة هناك، ده برضو يخلي دايما كده اسم مصر ويخلي المصريين موجودين ومنورين في كل مكان. ده شيء ما يعني ما ناخدوش احنا ايه بحساسية زيادة ولا نقول لا هو مطلعين فنانين. الرئاسة مش مطلع حد، الرئاسة مش مطلعة أي حد، الناس دي كلها طلعت على حسابها وطلعت بحب وطلعت برغبة من عندهم إن هم يطلعوا ويشاركوا ويكونوا موجودين، وبيتم الترحاب بالرئيس المصري في ألمانيا بعد قبوله الدعوة لزيارة ألمانيا لدعم عدد من الملفات بين مصر وبين ألمانيا خلال الفترة اللي جاي. إذن هي زيارة مهمة جدا، وإحنا هنتابع مع حضراتكم بكرة كمان تداعيات هذه الزيارة وكل المظاهر لهذه الزيارة، سواء على مستوى زي ما قلنا العمل الاقتصادي أو العمل السياسي أو حتى العمل الإعلامي، لأن من المفترض كمان إن هيكون في عدد من وسائل الإعلام الألمانية اللي هتكون موجودة في مؤتمر صحفي مع الرئيس واللي هتسجل معاه خلال زيارته إلى ألمانيا. إن شاء الله زيارة تكون موفقة، وزي ما قلت لحضراتكم إحنا هنتابع معاكم كمان تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة. خلوني أخذ شوية اتصالات. كمال من القاهرة، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، اتفضل. والله أنا عندي مشكلة في وزارة الصحة خاصة بعلاج السفلدي لمرضى فيروس سي. أنا قدمت زي بقية الناس اللي قدمت على الإنترنت، ورحت في 4/11/2014، ومن ساعتها لغاية دلوقتي أنا بعمل باستمرار تحاليل، كل ما أروح يطلبوا تحاليل 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 وهكذا، بدون يعني حتى ما يدققوا في التحاليل. يعني اللي بروح الاقي طقم اطباء تانيين غير اللي طلبوا المره اللي فاتت، فاروح رايح مديهم التحاليل اللي انا عملتها فيطلب تحاليل جديده، اروح راجع ويحدد لي ميعاد اعمل التحاليل الجديده، واروح يروح الدكتور اللي بعده يقول لي دي كذا، لا دي تحاليل ادم تعمل لي غيرها، اروح رايح عامل غيرها وهكذا دواليك. فالمره الاخيره اللي كان امبارح الدكتور مفترض انه هو بالصدفه اللي كان كشف المره اللي فاتت، فانا بقول له حضرتك طلبت التحليل ده والمفروض كده يتعمل لي ملف عشان انا اخد العلاج، لانه ما فيش حاجه ناقصه، كل اللي حضرتك طلبته اتعمل. قال لي لا 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 لا، تعمل لي تحاليل تاني غير دي. فانا حاولت استفسر منه ايه الموضوع، طب اعمل ليه؟ قال لي حاجات ناقصه. يا فندم انت ما عرفتش اصلا عشان تحدد اذا كان في حاجات ناقصه ولا لا. قال لي لا لا لا، في حاجات انا طلبتها. قلت له لا ما طلبتهاش، انت اللي كل اللي طلبته الورقه اللي اديتها لي انا اديتها للمعمل وبناء عليه اتعملت التحاليل المطلوبه. قال لي فين هي الورقه؟ وريتها له الورقه، فقعد يقول لي معش. المهم خدنا ودينا، مستكتر هو ان انا ناقشه، فراح واخد الورقه وكورها في ايده كده وراح رميها من الشباك. الورقه اللي حضرتك عاملها عشان تاخد علاج، يعني عشان تاخد العلاج مش كده؟ بالظبط. الورقه اللي المفروض متحدد فيها، اللي المفروض انا يتحدد فيها اليوم اللي انا هاجي فيه المره الثانيه، او المفروض يعمل فيها الاجراءات اللي المفروض بناء عليه يتعمل ملف. راح هو المفروض يعني لم كل الورق، انا اللي انقذت منه بقيه الورق الثاني، انقذت من ايده بقيه الورق الثاني، فراح خد الورق كوره كده وراح رميه من الشباك. دي مستشفى ايه؟ مستشفى قصر العيني. مستشفى قصر العيني. مستشفى القصر العيني هنا. مستشفى قصر العيني. طب وحضرتك ما سالتوش دكتور اسمه احمد مصطفى؟ دكتور اسمه احمد مصطفى. طب حضرتك يا استاذ كمال ما سالتوش؟ وده كان بتاريخ امبارح 1/6.
طب حضرتك ما سالتوش ليه عمل كده؟ يعني ليه عمل، ليه اتعامل معاك يعني بالاسئله؟ المشكله ان يا فندم انا عارف البواعث، لانه انا جربت اكتر من مره، انا بقى رابع مره دي امبارح، كل ما اروح يعملوا نفس الحكايه ويسالني السؤال التقليدي، انت هتعمل على حسابك الشخصي ولا على نفقه الدوله؟ فاروح مجاوبه يا فندم دي تكلفتها عاليه جدا وانا مش في مقدوري اعمل على حسابي، وانا جاي عشان يتعمل على نفقه الدوله، لان الدوله معتبره ان ده مشروع قومي ومفروض ياخدوه الناس الاولى. فيقول لي انا اضمن منين انك انت المريض اللي انت المفروض محتاج كذا؟ قلت له انا مش جاي هنا رفاهيه، هل الحضور الى القصر العيني بقى رفاهيه؟ انا جاي علشان يعني ادعي على نفسي ان انا عندي مرض. طب ولو عندي ايه وجه الاستفاده اللي هستفيده لما انا ادعي؟ وبعدين كل الاوراق الرسميه الموجوده قدام حضرتك، اولا انا مقدم على النت، يعني مش جاي مني لنفسي. الحاجه الثانيه الاشعه الموجوده، اشعه تلفزيونيه بتؤكد كده. قال لي ده فيلم، قلت له الفيلم معاه تقرير حضرتك ما قريتوش. وبعدين التحاليل كلها على اسمي وعليها الجهه اللي صادر منها، معمل التحاليل اللي صادر منه ده معمل معتمد وبيمارس عمله في السوق، يعني مش معقوله هيبقى هروح انا اضرب ورق مثلا عشان اجي اخد السوفالدي عشان اتاجر فيه؟ مش منطقي الاسئله اللي حضرتك بتسالها. طب هو محتاج ايه تاني يا استاذ كمال؟ يعني هو دلوقتي المفروض ياخد الاوراق وياخد التحاليل وياخد ايه تاني عشان يقر ان حضرتك بتستحق العلاج على نفقه الدوله؟ هو مفترض انه ما ياخدش اي حاجه، هو الحاجات اللي بيطلع عليها بس، مش كده؟ يطلع عليها، اللي هو من بينها فحص قاع العين ورسم القلب والاشعه التلفزيونيه وبقيه التحاليل الثانيه، الانزيمات والدهون والاورام والحاجات دي، لما يتاكد ان الشروط دي مستوفاه المفروض على طول يعمل لي ملف ويدخلني في البروتوكول بتاع العلاج. هو المشكله انه بيماطل، مش هو لوحده طبعا، لان ودي مش قضيتي انا عشان ما بقاش بتكلم عن نفسي. احنا يعني الواحد يروح المريض يقعد من الساعة 11 الصبح يمشي الساعة 6 المغرب، وفي ناس كمان بتقعد لبعد كده بكتير، لانه هم بيجوا الساعة 1:30، يجوا الساعة 1:30 ويقعدوا بقى يتغدوا ويشربوا شاي ويحذروا ويكلموا ويعملوا كده، وفي الاخر يبدأوا يدخلوا 4 4 4. الاربعة كل مريض لا يستغرق استفساره مع الدكتور اكتر من 5 دقايق على يعني على اكثر تقدير 5 دقايق. شوف حضرتك انت ازاي في 5 دقايق، واقل والله العظيم ممكن يكون اقل من 5 دقايق. شوفي حضرتك ازاي في 5 دقايق الدكتور ممكن يقرا التحاليل ويشخص ويقرر ويكتب ويعمل ملف وهكذا. انا لما بقول له حضرتك ما قريتش يقول لي انا مش همقق عيني في الحاجات اللي انت جايبها دي، اصلا متزنقه. وعفوا يعني انا هو قال كلمه انا مش عايز اقولها، قال ده معمل شتم على المعمل، شتم شتيمه يعني انا اوصفها بالوقاحه. لا ده غير مقبول، ده مش سلوك طبيب. لا ده غير مقبول، مش سلوك طبيب ابدا. فانا بقول له يا فندم احنا ناس مرضى تعبانين، مفترض محتاجين معامله خاصه، حتى لو فينا حد فظ او حد فينا مثلا اتعصب او حد فينا عنده، فلازم تقدر ظروفه. ده مريض، قلت له انا مريض من 10 سنين، بقالي 10 سنين بجري ورا العلاج من تحليل لتحليل ومن اشعه لاشعه، وما صدقنا لقينا السوفالدي والدوله مشكوره قدمته للناس ودعمته ووفرته. فالمفترض ان انت الوسيط اللي ما بيننا احنا وبين الدوله تكون امين علينا. عندك حق، لا ده ابسط حقوقك وابسط حقوق الناس اللي هي محتاجه للعلاج واللي هي الدوله وفرته. عموما اسيب بيانات حضرتك يا استاذ كمال قبل ما تقفل مع زمايلنا في الكنترول، واحنا الحقيقه بنتوجه لوزير التعليم العالي، لان من المفترض ان مستشفى القصر العيني بتتبع وزاره التعليم العالي، ولكل المسؤولين الحقيقه يعني الرحمه مع المريض دي مش دي ابجديات يعني رحمه البني ادم. ولما يبقى طبيب من المفترض ان هو بيشعر بمعاناه المريض، فحتى في المعامله وتخفيف معاناه الناس، وما بتروح تقعد من 11 لحد الساعه 6 عشان بس يتشاف يتبص على التقارير اللي هي جايبينها، اللي هي المفروض ان هي تديهم احقيه في صرف العلاج، يعني فين الرحمه؟ المفروض ان اول واحد بيشعر بالمريض هو الطبيب، لان هو بيبقى فاهم حجم المعاناه اللي بيعانيها المريض اللي رايح عشان ياخد علاج. فالحقيقه ما عنديش كلام اقوله على الدكتور اللي اتصرف بهذا التصرف، ولكن
عندنا المفروض مسؤولين يكونوا مدركين للمسؤولية اللي بيكون فيها أي واحد موجود وبيتعامل مع الناس. وبعدين دي مش ناس عادية، دي ناس محتاجة علاج، يعني ناس مريضة ومحتاجة علاج، والدولة قالت إن هي وفرت العلاج، والمستشفى تابعة للدولة وتابعة لوزارة تابعة للدولة، فده ما يرضيش ربنا وده حرام حرام يعني. هبة من القاهرة، مساء الخير يا هبة. مساء الخير حضرتك. أهلا بيكي. أهلا أهلا بحضرتك. احنا حضرتك دلوقتي مشكلتنا احنا ولادنا في المدرسة الألمانية الخاصة بالتجمع الخامس احدى مدارس دكتورة نمين اسماعيل. حضرتك احنا اكتشفنا بصدفة ان المدرسة ما فيهاش ترخيص سنوي، وان ولادنا متسجنين على مدرسة تانية من مدارس دكتورة نمين اسماعيل، وجاتنا ابنا من وحصلت مشكلة وقالوا اقفل مدرسة، لا المدرسة مش هتقفل، ودخلنا في مشكله كبيره. واتعامل حضرتك لجنه خماسيه برئاسه استاذ صلاح عماره مدير التعليم الخاص. اللجنه حضرتك ومعايا الورق مختوم من الوزاره. في الاخر خالص اللجنه اوصت بعدم قبول طلبه بالصف الاول الثانوي وتحويل طلاب الصف الاول الثانوي الى مدارس مرخصه. دلوقتي حضرتك مدارس الالماني زي ما حضرتك عارفه قليله جدا. المدارس دي رابضة تاخدهم. حضرتك انا مش عارفة نعمل ايه دلوقتي، يعني متمرمطين بقالنا 3 شهور ما بين وزارة ما بين مدارس، محدش راضي يسأل فينا، محدش بيوصلنا لأي حاجة. الولاد نفسيتهم حضرتك زي الزفت. حالة المدرسة التعليمية يرسى لها من مدرسين للطلبة الكل، وحتى حضرتك إدارة المدرسة لغاية دلوقتي رابضة انها تعمل ايضاح الموقف رسميا، رغم ان المدرسه حضرتك حصلت على شهاده الاي دي يوم 15/3. البنتين حضرتك بتوع اولى ثانوي دول حضرتك المفروض كانوا هيعملوا الاي دي السنه دي او ما يعادلها، بما انهم الماني ابيتور، المدرسه ما فيهاش ابيتور. انا اوديهم فين؟ وخاصه حضرتك ان في الاي دي او الابيتور سنه 11 وسنه 12 دول سنتين مرتبطين ببعض. ما ينفعش، يعني لازم يتعاملوا الاثنين مع بعض. طب نعمل ايه حضرتك؟ ده غير الثمانية اللي في اعدادية كانوا السنة دي. نوديهم فين؟ وادي توصية الوزارة بنقلهم لمدارس أخرى. طب انتوا تقريبا كنتوا قابلتوا الوزير مش كده يا استاذه هبه؟ يعني او خاطبتوا وزير التعليم؟ رحنا الوزاره كذا مره وقعدوا مع الوزير بعض الامور واشر بحل المشكله. المشكله حضرتك اكبر من كده، المشكله ان احنا تم ادماغنا يوم 16/3 المدرسه هتقفل. لما اشتكينا جت الوزاره وقالت مفيش حاجه اسمها قفل مدرسه، دكتوره نرمين اسماعيل بتغير الممثل القانوني. لغايه وقتنا الحالي حضرتك الكلام ده من 26/3، لغاية وقتنا الحالي الممثل القانوني هو دكتورة نرمين اسماعيل، مش على شوية. ودخلنا حضرتك في عملية تشويش سواء من إدارة المدرسة وللأسف بتعاون بعض أولياء الأمور في التسويف وتقويض الموضوع، لدرجة إن أهالي مش عارف إن حول حضرتك الصغيرين اللي عانيت منهم يحول حضرتك مسار، يعني يتعلم إنجليزي، هيودي إنجليزي بدل ألماني. طب الكبار دول حضرتك، الكبار اللي بقالهم سنين بيدرسوا ألماني، اعمل فيهم ايه؟ البنتين حضرتك بتوع ثانوي، صحيح بنتين بس بنتين ومستقبل. انا المطلوب مني ايه النهارده؟ ان انا احولهم انجليزي هم طول عمرهم حضرتك الماني، وان المدرسه فاتحه بدون ترخيص. طب الوزاره كانت فين والمدرسه فاتحه بدون ترخيص؟ وخاصه ان حضرتك ده مبنى كبير في التجمع الخامس، فين الاداره التعليميه حضرتك؟ فين الإدارة التعليمية؟ هي دي مشكلة كبيرة الحقيقة. يعني قعدنا 500 مرة وحضرتك صناعي مرة في إحدى الاجتماعات قال ما أنتوا عارفين مين هي نرمين إسماعيل، يعني إيه عارفين مين هي نرمين إسماعيل؟ نعمل إيه حضرتك؟ إحنا النهاردة متبهدلين، طب هنودي دول فين؟ وحضرتك مدارس الألماني هم ثلاثة وواحدة والرابعة في 6 أكتوبر. هل مطلوب مني حضرتك؟ طبعا اللي مدخن تجمع هيروح 6 أكتوبر حضرتك؟ يعني طبعا دي مشكلة كبيرة فعلا. يعني مدام هبة أنا مش عارفة أقولك إيه الحقيقة، ولكن يعني مفروض الوزير
يعني يشوف المشاكل ديت النهارده مدرسه وطلبه موجودين ومره واحده غير مصرح وغير يعني كلام غريب جدا الحقيقه. يعني انا بوجه اهو برده معاكي صوتي لوزير التعليم عشان يشوف المشاكل ديت، دي مشاكل كبيره ومشاكل كمان بتاعه المدارس الخاصه. احنا عايزين مدارس خاصه، مش عايزين بالعكس، ولكن عايزين يبقى أوضاعها مقننة عشان ما يبقاش الأهالي تدخل في مشاكل كبيرة إن المدرسة ملهاش وضع قانوني وبناء عليه الطلبة دي بتتعلم أو بعد كده مش هتلاقي أوراق تثبت إن هي اتعلمت في مكان. يعني الحقيقة ده مش وجع قلب، ده دي كوارث بالنسبة للطلبة وبالنسبة للأهالي الحقيقة. يعني طيب اخدنا محمد من سوهاج. صح، اهلا بيك يا محمد. الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك لينا كده اعلاميه كبير. الله يخليك. الله يخليك. والله حضرتك انا عندي مشكله ان صدر لي حكم، ان صدر لي قرار فقد تعسفي من جانب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي، وحضرتك وكسبت ثلاث قضايا بالعوده للعمل، واحده منهم القضاء الاداري تمام، وانصف بالعوده للعمل غير قرار الفصل مع كافه ما ترتب على ذلك من اثار المرتبات والحوافز والمكافآت بتاعتي اصرفها، والبنك ما نفذش القرار، رفع دعوى ضدي في المحكمه العموميه في سوهاج تمام. القاضي في المحكمه العموميه في سوهاج الراجل راح حكم بان القضيه كان لم تكن، نظرا لان البنك المدعي غير جدي في رفع دعواه وانما يرغب من وراءها المماطله. عمل استشكال بنك حضرتك برضه، راح عمل استشكال ثاني فوق تنفيذ الحكم اللي قضى عليه تمام. القاضي راح رفض الاستشكال واقر بان الحكم واجب النفاذ وفقا للماده 50 من قانون مجلس الدوله. حضرتك انا لغايه دلوقتي الحكم القرار صادر من 19/4/2010 وحضرتك وانا بلا عمل ومعايا ثلاث اولاد والزوجه لا تعمل، وفي نفس الوقت حضرتك بناء على الاحكام القضائيه اللي انا واخدها لا اقدر اني امارس اي عمل تجاري او امارس اي عمل خاص نظرا لان انا على قوه البنك لغايه دلوقتي. وفي نفس الوقت لما رحت الاداره القانونيه عشان خاطر اشوف لي معاهم حل، يعني عباره عن حضرتك قالوا لي احنا هنقول لك على مبلغ معين، توافق ما توافقش شوف مين ينفذ لك ويرجعك. حضرتك البنك الاهلي ده واخدين حكم انه بقضاء عام، يعني القرار بتاعه في ايد رئيس السيد رئيس الوزراء، وفي نفس الوقت محافظ البنك المركزي، وفي نفس الوقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب حضرتك انا اروح لمين عشان ينفذ لي حكم القضاء ده؟ مش عارف يا استاذ. وفي نفس الوقت البطاقه بتاعتي انتهت، البنك مش راضي يجددها لي، انا ماشي بالبطاقه منتهيه، معرض ان عسكري لمؤاخذة في الشارع يوقفني وياخدني على الاسم، مش قادر ان اخش اي مصلحه حكوميه اقدم مثلا لاولادي ولا احولهم من اي مدرسه عشان البطاقه بتاعتي منتهيه. طب اعمل ايه يا استاذه؟ والله مش عارف والله. طب محمد انت، طب والفصل ده حصل لك ليه؟ يعني انت فصلوك ليه من البنك؟ يا فندم كانت حصلت مشكله بيني وبين مدير الفرع، راح ملفق لي تهمه اختلاس ب 11865. ظهرت الحقيقه حضرتك تمام، واني ما فيش مبلغ مختلف، وفي نفس الوقت الاثنين الشهود اللي شهدوا عليا، واحد منهم بعد ما شهد عليا وقال انه كان حاضر الواقعه، لما جت قدمت من البنك مستندات انه هو اللي كان قائم بعملي في وقت الواقعه، راح قدم شهاده ثاني من البنك بتقول انه كان في تاريخ الواقعه في اجازه. فازاي حضرتك كان في اجازه وازاي يشهد عليا؟ حاجه من الاثنين، يا اما كان شهادته الاولانيه في محضر التحقيق شهاده الزور، يا اما الشهاده اللي قدمها بعد كده للمحكمه كانت شهاده مزوره. وبناء على كده حضرتك القضاء المصري حكم لي بالعوده للعمل مع صرف كافه المستحقات بتاعتي. واللي لسه ما حصلش لحد دلوقتي، مش كده؟ ما حصلش تنفيذ، لسه ما حصلش لغايه دلوقتي. طيب هي النهارده 6 سنين يا استاذه. 6 سنين؟ 6 سنين يا استاذه حضرتك، من 19/10 من 19/4/2010 لغايه النهارده يا استاذه، وانا اب لثلاث اولاد في مراحل تعليميه مختلفه، اكبرهم عنده 12 سنه وزوجه لا تعمل. انت الموضوع ده بقاله 6 سنين؟ ايوه يا استاذه والله، ومش عارف اروح لمين عشان خاطر يسلمني الشغل او يصرف لي المرتبات اللي انا واخد بيها حكم من المحكمه. يا نهار ابيض، لا مش قادره، يعني مش قادره اتخيل، مش قادره اتخيل. لا انا مصدقاك، انا والله مصدقاك، بس انا مش قادره اتخيل يعني. مش عارف اروح لمين، يعني لدرجه يعني رئيس مجلس الاداره مش خايف رئيس الوزراء؟
لرئاسه مش خايف من محافظ البنك. طب ما هو اتغيروا كذا يعني ست سنين اتغير كذا قياده في البنك يا اخر قياده حضرتك انا رحت لهم تمام قالوا لي احنا المبلغ التعويض اللي نقول لك عليه توافق عليه احنا مش هنرجع حاجه والمبلغ اللي نقول لك عليه مش عاجبك شوف مين ينفذ لك الحكم. عباره عن كان البنك الاهلي ده بتاع شخص معين تركه خلفها له السيد الوالد يعني وفي نفس الوقت يا استاذه المحافظ البنك المركزي مع رئيس مجلس اداره البنك الاهلي مدين على اقرار في اسمه لجنه ال 28 بينص فيه في البند 32 على عوده جميع العاملين المفصولين من الخدمه والصادره لهم احكام قضائيه واحترام احكام القضاء المصري. كده لا بيحترموا احكام قضاء ولا بيحترموا رئيس وزراء ولا بيحترموا رئيس جمهوريه اللي هو معينهم، مش عارف ازاي. طيب والله انا بص انا هوجه دلوقتي كمان يعني المشكله دي بتاعتك للاستاذ هشام عكاشه وهو رئيس البنك. هو انسان فاضل ومحترم المركزي وما ردش عليا، وبعت حضرتك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه لغايه اللحظه اللي انت فيها حضرتك موجوده الجوابات المسجله بعلم الوصول وصور الاحكام، ولغايه دلوقتي برضه ما حدش رد عليا. اروح لمين؟ مش عارف. طيب يعني كده يا استاذ يعني انا بيتي خرب، يعني مراتي يعني اعلم بها ربنا، واولادي بعد ما كانوا في مدارس خاصه طلعتهم مدارس عاديه، وانت عارفه حضرتك الفرق بين المدارس الخاصه والمدارس العاديه. عارفه. وفي نفس الوقت المدرسين يعني مش عارف اروح لمين ولا اجي منين ولا يعني ست سنين يعلم ربنا انا بصرف على عيالي منين. عموما احنا يعني بنوجه مشكلتك برضه لرئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري، زي ما قلت هو يعني انسان محترم، واكيد لو انت في ظلم وقع عليك اكيد هيساعدك، مش هيتخلى عنك، واي مسؤول يقدر يحل مشكلتك. يا رب يعني نكون سبب في ان الناس بتسمع مشاكل الناس عشان تقدر تحلها ان كان ليها حق. طيب انا لازم اطلع فاصل عشان احنا عندنا التقرير بتاع وزير التعليم التربيه والتعليم بيكرم عدد من الفائزين في المسابقات الدوليه بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. عندنا طلبه حلوين وعندنا اولاد الحقيقه عندهم قدر من المهارات ومن الذكاء العلمي ومن العلم ومن الكفاءة الحقيقة اللي بيخلينا نتباهى بيهم ونفتخر بيهم في كل مكان. لما بيكون في مسابقات دولية في ولاد بيقدموا للمسابقات دي من نفسهم، ما بيستنوش ولا مدارس ولا أي حاجة، لأن في عندنا طلبة بجد متصنفين على مستوى العالم. الطالب المصري والطالبة المصرية عندهم قدر كبير جدا من العلم ومن التفوق ومن يعني حاجات بصراحة حاجات بتفرح كده. كويس ان الوزير الحقيقة يكرم الولاد دولت ويديهم امل والمسؤولين يفهموا الولاد دول اللي هم عندهم فعلا حاجات كتيرة جدا، واللي زيهم بيتم معاملتهم معاملة كبيرة جدا بره. يعني لما بره بيحسوا ان في طالب عنده شيء مميز ده بيوجدوا له بيئه ورعايه وبيدوا له دعم، يعني مش بس كمان دعم مادي، دعم معنوي ودعم ادبي غير طبيعي، لان في بيبقوا فاهمين ان هم دول النواه والاساس اللي هتكبر وهتنطلق الدول بتاعتهم منه. عشان كده دي خطوة كويسة وخطوة مهمة جدا ان وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرفعي يكرم عدد من الطلبة اللي فعلا ما فيش زيهم في اي مكان في العالم. خلونا نشوف التقرير ده والتفصيل بتاعه، وخصوصا كمان في طالبة اسمها ياسمين يحيى وهي حصلت على المركز الاول في المسابقة العالمية اللي حصلت او اللي كانت في الولايات المتحدة الامريكية. كمان البنات غير الولاد، انا عندي ولاد وما عنديش بنات، بس كان نفسي يبقى عندي بنت طبعا، لكن البنات في المدارس بيبقوا متفوقات وعندهم يعني عندهم الحس الابداعي والحس العلمي والشطاره كده. يعني ما يقولك البنات في المدارس اشطر من الولاد لازم تصدقهم، لان دي الحقيقه.
مبروك لياسمين يحيى وكل الطلبة وكل الولاد الشاطرين اللي دايما كده بيفرحونا وبيخلونا نفتخر ان عندنا طلبة وطالبات الاول وبعدين طلبة مصريين بهذا القدر من العلم والكفاءة. ده بعد هنطلع بيه الفاصل التقرير المهم ده، وبعد الفاصل هستقبل ضيوفي وهنبتدي حوار مهم جدا عن ايه اللي بيحصل في شرم الشيخ خلال الفترة اللي جاية، وعندنا اجتماع كبير جدا لعدد من الدول الافريقية، الكوميسا على عدد من الدول الافريقية اللي هيشاركوا في مؤتمر اقتصادي مهم جدا جدا مصر بتستقبله كمان في مدينة السلام في شرم الشيخ بعد الفاصل. خليكم معانا. احتفالية كبرى أقامتها مدارس المتفوقين والمتفوقات للعلوم والتكنولوجيا، مشروعات وابتكارات كبيرة من عقول مصرية صغيرة حاصلة على المراكز الأولى في كبرى المسابقات الدولية. كاميرا نبض القاهرة سلطت الضوء على هذه العقول النابغة. المشروع عبارة عن جهاز بينقي أي نوع مياه ملوثة أو غير صالحة للشرب وبيحولها لمياه صالحة للشرب، بالإضافة إنه بينتج بايو ديزل، جليسرول، طاقة كهربائية، طاقة هيدروجينية، مادة خرسانية، فيتامين بي، وبيتخلص من السحابة السوداء الناتجة من قش الرز. كل ده بيعتمد أساسيا على قش الرز، أصلا بناخد منه الحرارة اللي بتوصل ل 1200، بننقي بها المياه بعد ما بنعديها على حاجة اسمها معالجة حيوية، بيطلع لنا مياه صالحة للشرب ومتحللة ومتوثقة من شركة القابضة للمياه. وأنا عايزة نعمله يوصل في الآخر لحاجة، يعني المشاريع تتطبق. احنا مش بنعمل عشان عايزين نتكرم، احنا بنعمل عشان يعني انا كنت بشتغل على المشروع مش عشان ندخل بيه مسابقه ولا كان في دماغي المسابقه، انا كنت بعمل مشروع عشان عايز احل مشكله. فانا احس ان انا مشروعي نجح ساعتها لما المشروع هيتطبق وهيحل المشكله اللي انا كنت شغال عليها. البروجكت بتاعي بيتكلم عن علاج السرطان. في طبعا طرق كتير لعلاج السرطان بس كلها ليها اثار جانبيه كتير. انا بحاول ان انا الاقي طريقه ملهاش الاثار الجانبيه اللي بتضعف جسم المريض وبتتعبه جدا. فانا بستخدم ماده معينه موجوده على ورق الشجر. المادة دي مهمتها ان هي تحمي ورق الشجر وتعزله ان هو ما يدخلش ولا يخرج اي مواد، كنوع من انواع الحماية للنبات. فانا بستخدم المادة دي مع حاجة اسمها تيومر ماركر او الانتيبادي. الانتيبادي ده بياخد المادة بتاعتي دي ويوديها لغاية الخلايا السرطانية عشان يعزل الخلايا السرطانية، ما يخليهاش لا تدخل ولا تخرج لا غذاء ولا اكسجين ولا مية. من غير الثلاثة ريسورسز دول الخلايا السرطانية كل الانشطة الحيوية بتاعتها تقف والخلايا تموت لوحدها. ولما بيجي جهاز المناعة بيشيل الخلايا الميتة مع أي مواد غريبة ويوديها الكبد والطحالة عشان يعملها عملية ريسايكل. بيقدر الكبد والطحالة يتعامل مع مادة الكيوتين دي عشان مادة ايه، مادة أورجانيك عادي طبيعية، بعكس اللي في طرق علاج كتير ما بيقدرش يتعامل مع المواد اللي بتستخدم في طرق العلاج دي. المشروع ببساطة عبارة عن خلايا شمسية معدلة بعد خلايا شمسية قامت بصنعها جامعة ستانفورد، والخلايا الشمسية ديت تقدر توصل بكفاءتها لمقدار 75%، وده لمقارنة بالخلايا الشمسية التقليدية اللي كفاءتها لا يمكن تتعدى 33.7، وده طبقا لحد عالم عمله اسمه شوكلي كويزر. وبالتالي الخلايا الشمسية ديت هي الوحيدة من نوعها اللي تقدر تنافس صناعات الوقود الحفري، وده كمان مقارنة بسعر الوقود الحفري، ان الخلايا الشمسية اللي من نوع جديد ديت تقدر يكون سعرها اقل كمان من الوقود الحفري، وده نتيجة لان المادة المصنوعة منها الخلايا الشمسية ديت عبارة عن مشتق ومشتقات الكربون بس في النانو سكيل او في مقياس النانو. طبعا الدراسة برا مصر الولايات المتحدة الامريكية بتصرف وبتهتم بالبحث العلمي وفيها تخصصات مش موجودة لسه عندنا في مصر، زي التخصص اللي انا اخترته اللي هو هندسة الاعصاب. التخصص ده كتخصص من جوه الهندسة الطبية مش موجود عندنا في قسم الهندسة الطبية، فده كان سبب رئيسي في ان انا اختار دراسة في الولايات المتحدة الامريكية. وطبعا توفر فرص البحث العلمي والتعليم هناك يعني ممكن يكون هو اللي احنا بنطمح للوصول اليه ان شاء الله في الفترة اللي جاية. المدارس دي ميزتها انها بتدرب ولادنا على كيف يحلوا مشكلاتهم، ازاي لو عندنا مشكله تلوث نحلها ازاي. وده يمكن اشتغلت ياسمين على فكره قش الرز وانها تمنع السحابه السوداء، وازاي قدرت انها تقدم نموذج متميز قدر ان هو ياخذ على تاخذ المستوى الاول في مجال العلوم البيئيه وتطلع الاولى على مستوى على 72 دوله. كذلك كل واحد فيهم كان بيفكر في مشكلات كثيره جدا مرتبطه بمصر، ازاي انت تحط
فبياخد مشروع، المشروع ده بيشتغل عليه 10 شهور او 12 شهر بصفه دائمه، وبعد كده احنا بنعمل مسابقات بنصفي مجموعه منه وبناخدهم وبنصعدهم على مستوى العالم. ونتيجه نجاح هذه التجربه احنا ان شاء الله هنزود المدارس. احنا عندنا خطه ان المدارس تصل ان كل محافظه يكون فيها مدرسه كمان، يبقى 27 مدرسه على مستوى الجمهوريه. بكم في العاصمة. اهلا بيكم ورجعنا لحضراتكم مره تانية، وزي ما قلنا قبل الفاصل هنتكلم النهارده في حلقتنا في نبض القاهره على قمه التكتلات الثلاثه، وهي قمه اقتصاديه كبيره ان شاء الله هتستقبلها شرم الشيخ مدينه السلام خلال اليومين اللي جايين، وتفاصيل بقى على هذه القمه وكل ما تحتويه على اهميه لمصر وللدول الافريقيه هيقول لنا عليها ضيوفنا اللي معانا ومشرفينا النهارده. برحب بالاستاذ علي الليسي وكيل اول وزاره الصناعه والتجاره ورئيس التمثيل التجاري والمنسق العام لقمه التكتلات الثلاثه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كمان الاستاذ محمد قاسم عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات ورئيس مجلس التصدير للملابس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ علي. خلينا نبتدي قمه التكتلات الثلاثه، وليه هي قمه التكتلات الثلاثه، وايه مدى اهميتها لمصر وللدول الافريقيه اللي هي اساسا يعني بتعبر عنهم في هذه القمه. قمه التكتلات الثلاثه هي تكتلات الصور المشتركه لشرق وجنوب افريقيا اللي هو الكوميسا، والصادق اللي هي منظمه التعاون الاقتصادي للجنوب الافريقي، ومنظمه شرق افريقيا اللي هي ايست افريكان كوميونتي. الثلاث تجمعات دول بيضموا 26 دوله افريقيه بما فيهم مصر، وهم بيعتبروا اكبر تكتلات اقتصاديه في القاره الافريقيه. اللي هيحصل في المؤتمر ده في القمه ان شاء الله في 10 يونيو سيتم التوقيع على اتفاقيه التجاره الحره ما بين الثلاث تكتلات كخطوة في تحقيق اتفاقية التجارة الحرة القارية على مستوى أفريقيا، اللي هيتم بحثها في 14 و15 يونيو في قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا. فأهمية الموضوع ده إن هيك ده أكبر ثلاث تجارات في أفريقيا، هيتم توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة في السلع ما بين 26 دولة، وده طبعا يعني الهدف الرئيسي منه ان هو تعميق التعاون بين الدول الافريقيه بما يخدم مصالح الشعوب والافراد في افريقيا. فالاتفاقيه دي لها انعكاس على الدول كدول وعلى الافراد كافراد او مواطني 26 دوله دول. اتفاقيه تجاره حره يعني برضو ممكن الناس مش ممكن ما تبقاش عارفه يعني يحصل ايه لما انا النهارده يبقى عندي اتفاقيه تجاره حره بين 26 دوله، ده يعني يعمل رواج تجاري وصناعي ازاي؟ لان حضرتك انا بعمل اتفاق منطقه تجاره حره، فانا بشيل كل بازيل كل العوائق الجمركيه، ما بقاش فيه اي جمارك على السلع المصدره الى هذه الدول، فده بيدي قدره تنافسيه اكتر لصادرات الدول دي في الاسواق ال 25 دوله الباقيه، ويديهم ميزه عن بقيه الدول، لان انا ما عنديش الجمارك اللي بيدفعها اي دوله بتصدر من اي مكان تاني، فده بيزيد طبعا الصادرات. يعني حضرتك احنا قبل اتفاقيه الكوميسا اللي احنا اعضاء فيها كان صادرات المصري 440 مليون دولار، بعد تطبيق الاتفاقيه بقينا 2 مليار و7 من 10 الصادرات المصري للدول دي. فدي لل 25 دوله لا بقى. دول هم اعضاء الكوميسا 18 دوله من دولة. لان في دول اعضاء في اكثر من تجمع من التكتلات الثلاثه. فدي طبعا بتدي فرصه للصادرات المصريه انها تتوسع في اسواق افريقيه، بتدي ميزه ليها قدام صادرات الدول الاخرى، واحنا دليل عملي يعني ان بعد ما دخلنا الكوميسا الصادرات زادت من 440 مليون ل 2.7 مليار السنه اللي فاتت، وده رقم برضو يعني رقم مهم، وان شاء الله احنا بنامل بعد تقبيل الاتفاقيه دي ان احنا ندبل، نبقى خمسه، نوصل 5 مليار او 5.5 مليار بعد تطبيق الاتفاقيه دي ان شاء الله، والتوقيع عليها في شرم الشيخ في 10 يونيو باذن الله ان شاء الله. استاذ محمد النهارده مجلس التصديري
للملابس. اولا طمنا الاول على وضع يعني صناعة الملابس في مصر، ومصر بقى والقطن المصري والحاجات اللي الواحد طول عمره كان بيفتخر بيها. وكمان لما الواحد بيسافر، يمكن مؤخرا الواحد ممكن مثلا يدخل مثلا مكان مثلا في امريكا ويروح يشوف حاجة كده وبعدين يبص يلاقي ان هي صنعة في مصر، ودي حاجة جدا جدا يعني الحقيقة. لا ومش بقى مش بس في امريكا، انا عايزة اقولك انا كنت في اسبانيا من اسبوع، كنت في برشلونة كان عندي مؤتمر، وعايزة اقولك كنت في احد المحلات ويعني كنت بشتري حاجة وببص لقيت مش عارفه اقول اسم البراند ولا، بس براند كبير يعني مهم. كورت انجليز ولا في كنت في لا في كنت محل. في روكا فيليج ولقيت مكتوب صنع في مصر الحقيقه، ودي يعني من الحاجات اللي الواحد يعني حس كده بفخر يعني. لا فالاول تطمنا على شغل صناعه الملابس النهارده اللي حصل فيها مؤخرا، وبعدين نتكلم على يعني اشكر حضرتك انك وجهتي لي السؤال ده في الاول لانه يوسع الدايره شويه بتاعت الحديث. في الحقيقه صناعه الملابس شهدت الفتره اللي فاتت تطور كبير جدا. احنا صادراتنا كانت بتنمو بمعدل 28% سنويا في الفتره من 2006 ل 2011 من الملابس. بعد 2011 بدأت سرعة النمو عندنا تقل، وللأسف في الثلاث سنين الأخيرة نتيجة الثورة يعني، عشان هو أنا ما بحبش كلمة نتيجة الثورة بس كانت أحداث يعني غير مشجعة يعني. لا هو في الحقيقة الموضوع أكتر من مجرد الاضطراب السياسي، لأنه احنا عندنا ارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج يعني، ودي مسائل طبيعية متوقعة. عندنا ارتفاع في تكاليف العمالة، عندنا ارتفاع في تكاليف الغاز وفي تكاليف الكهرباء، واحنا بنأيد الدولة في توجهاتها لرفع الدعم عن الطاقة، لانه الحقيقة استمرار الوضع كان غير محتمل. لكن في نفس الوقت الدول الاخرى بتستخدم حاجتين علشان تدي الصادرات بتاعتها زيادة في القدرة التنافسية. الحاجة الأولانية أنها بتعمل رد أعباء أو ما يسمى بالتاكس ريبيت، أن بتطهر السلعة المصدرة من الأعباء الإضافية اللي موجودة عليها وبترد هذه الأعباء للمنتج. الحاجة الثانية أنها بتستخدم سياسة سعر صرف تزود القدرة التنافسية للمنتج المصري بشكل عام مش للتصدير فقط. احنا في الحقيقة عاملين الحاجتين غلط. من ناحية عندنا سياسة المساندة اللي كانت موجودة قبل كده، الارقام بتاعتها بتقل من بداية الثورة. قبل الثورة كنا عندنا 4.2 مليار، نزلت ل 3.1، وحاليا السنة المالية الأخيرة كانت 2.6. في الحقيقة كان المفروض إنها تطلع من 4 ل 6 مليار، وده الطلب اللي إحنا موجهينه حاليا للدولة. يعني هي آخر حاجة 2.6، وده رقم متواضع جدا. لو حضرتك عارفة، لو تقارني مثلا أكبر دولة في العالم مصدرة لكل حاجة ومصدرة للملابس برضو هي الصين. طبعا. الصين بتصدر ب 177 مليار دولار في السنة، احنا بنصدر ب 2 مليار فقط. ومع ذلك الصين بتدي اللي احنا ما نطلق عليه بقى رد الاعباء، الصين بتدي صادراتها 17%. احنا عندنا يعني ما بين 1.5 و2.5%، فما فيش وجه للمقارنة. فبالتالي الصين لو خدنا الصين كنموذج للمقارنة، هتلاقي حضرتك ان الصين بتعمل عكس اللي احنا بنعمله بالظبط، بيردوا الاعباء بمعدلات عالية جدا واحيانا اعلى من الاعباء الحقيقية. يعني نسبة 17% دي مش دي نسبة مبالغ فيها، لكن هو بيدفع لمساندة الصادرات بتاعته عشان تقدر تقتحم الاسواق. الصين لما تقتحم الاسواق مش شطارة بس دي، لكن سياسات.
السياسه الاولانيه سياسه الدعم وسياسه رد الاعداء، السياسه الثانيه سياسه سعر الصرف. الصين محتفظه بعملتها اقل مما يجب، مصر محتفظه بعملتها اكتر مما يجب. المقارنه يعني اعتقد تبين احنا في حالات كتيره جدا ليه مش قادرين ننافس الصين. لكن يعني في جزء حضرتك عايز تقول من الدوله نفسها، يعني ما فيش دعم من الدوله نفسها تجاه مثلا هو انا ما يعني عشان ما بحبش كلمه دعم دي، احنا عايزين تبني السياسات الرشيده. عايزين سياسات رشيده فعاله تؤدي لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري. المنتج المصري عشان الناس بتخلط ما بين ان رد الاعباء دي رايحة لرجال اعمال وناس اغنياء ومبسوطين، الكلام ده مش مظبوط. احنا المساندة اللي بتديها الدولة او رد الاعباء اللي بتديه الدولة بيعود على المنتج المصري عشان يستطيع ان ينافس المنتجات الاخرى المنتجة في دولة زي الصين او في دولة زي الهند او بنجلاديش او فبالتالي احنا ما نطالب به الدولة بالاضافة الى ما تقوم به مشكورة هو تبني السياسات اللي بترفع القدرة التنافسية للمنتج المصري اللي ينعكس بقى بدوره على زيادة قدرتنا على النفاذ للاسواق الخارجية، ينعكس على قدرتنا على زيادة على خلق الوظائف وعلى توظيف الشباب والتقدم لقدام. يعني لسه عايزين شغل كتير. محتاجين شغل كتير قوي لسه. لسه محتاجين. لسه لان اقول لحضرتك حاجة. احنا فخورين باللي عملناه في صناعة الملابس في العشر 15 سنة الاخيرة. لان احنا ما كانش عندنا صناعة ملابس في الاصل. احنا كلنا يعني لان عندنا سمعة يعني عندنا سمعة نقدر نبني عندنا سمعة بس المصري حتى الواحد يقعد يسمع يشوف الافلام حتى يقول لك القطن المصري يعني لازال القطن المصري بيتمتع بسمعة طيبة جدا في الخارج. لكن للأسف احنا برضو نرجع تاني لفكرة السياسات. احنا عندنا النمو اللي حصل في صناعة الملابس والمفروشات واكبه تآكل في صناعة الغزل والنسيج. فالطاقة الانتاجية في الغزل في مصر انخفضت 50% في العشر سنين الأخيرة. فعندنا محتاجين إعادة هيكلة كاملة للقطاع وبالذات في الجزء الخاص بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز. لأن احنا حتى صادراتنا واحنا هذا الوضع يؤلمنا تماما بنضطر نعتمد على استيراد خامات من الخارج. انا مضطر استورد خاماتي من الهند ومن الصين ومن ماليزيا ومن كوريا لان انا ما عنديش غزل ونسيج بالجودة ولا بالكمية ولا بالسعر اللي بيطلبه السوق العالمي. فاحنا عندنا برضو خطط وهذه الخطط موجودة لكن محتاجة تبني بقى لهذه الخطط انه نعيد هيكلة القطاع من اوله لاخره من اول الالياف والقطن المصري على عظمته هو الطلب عليه نسبة محدودة جدا من الطلب على الالياف في العالم لا تتعدى 3-4% لان احنا عندنا قطن فائق الطول يعني فاخر اكتر من اللازم وبالتالي قدرة المستهلك في العالم على انه ياخده محدودة. في الياف اخرى كتير من القطن الياف طبيعية زي القطن وزي الصوف والياف صناعية. فصناعة ملابس او صناعة غزل ونسيج لا تقوم على نوع واحد من الالياف. لكن المفروض القطن المصري يعظم الاستفادة منه الى اقصى درجة ممكنة ونعمل له سلسلة انتاج لوحده. ننتج احسن قطن نطلع منه احسن غزل نطلع منه احسن قماش نصبغه احسن صباغة ونعمل منه احسن ملابس. السلسلة دي مكتملة كده هتعمل لنا حاجة جميلة جدا بس هتبقى حاجة قليلة في حجم الصادرات بتاع السوق. احنا التجارة الدولية في الملابس حاليا في حدود 350 مليار دولار. احنا نصيبنا منها اقل ب 2% يعني ما حصلناش 1%. فعندنا فرصة للنمو كبيرة جدا
وده بيجيبنا لفكرة بقى كلامنا على أفريقيا. يعني السوق الأفريقي سوق ممكن يستوعب الكثير من الصادرات، مش بس من صناعة الملابس، لكن أنا بتكلم باسم اتحاد الصناعات، هو يستوعب العديد من الصناعات. وزي ما صديقي العزيز علي بيت قال على أنه 26 دولة فيهم 320 مليون بني آدم، دي سوق ضخمة جدا طبعا. ومصر أهملت أفريقيا فترة طويلة، وآن الأوان أن تعود الريادة لمصر في أفريقيا تاني. وأنا بحكم أنه تاريخيا أنا عشت في السودان لفترة، فبالتالي أنا مقدر تماما يعني ايه افريقيا بالنسبه لمصر، ويعني ايه كمان السودان. الناس النهارده اصل كانت زعلانه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي راح حضر يعني تنصيب الرئيس عمر البشير لولايه جديده في السودان، ويعني فالموضوع اكبر من كده، الموضوع اكبر من انك ان انت النهارده مصر هي في قلب القاره الافريقيه، والنهارده مصر بترجع للرياده وبترجع لدورها والمكانها والقيمتها الكبيره جدا في قلب افريقيا. فما فيش حاجه اسمها ان يحدث اي حدث في اي دوله افريقيه، وخاصه في دوله كبيره زي السودان، وما يكونش القياده السياسيه المصريه موجوده وممثله. هو في الحقيقه الـ يعني البرنامج اقتصادي، وانا مش عايز وانا ما وانا انا بتكلم في السياسه وانا غير سياسي، لكن في انا بتكلم في السياسه بس هو في النهايه هتلاقي لازم كله بيلم بعض. طب احنا معانا حاجه من السودان دلوقتي ممكن ناخدها وبعدين نرجع. الاستاذ محمد خميس رجل اعمال واحد المستثمرين المقيمين في السودان. مساء الخير استاذ محمد. اهلا بيك، وكده طمنا بقى على الاستثمار والمستثمرين في السودان النهارده يا فندم. كان يوم جميل جدا في السودان، وكنا فخورين جدا هنا، وطبعا كلنا اهل هنا مصريين وسودانيين، كلنا اهل وشعب واحد وجيل واحد. والاستثمار هنا يا فندم ممتاز جدا 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 بالنسبه لنا كمصريين، لان اخواتنا السودانيين هنا بيرحبوا بينا ترحيب شديد جدا، وبيدونا اولويه عن اي حد تاني موجود هنا في البلد. بس للاسف انا ما بلاقيش مصريين كتير، بالعكس سودانيين اكتر. لا بتلاقي ايه؟ معلش ما سمعناش الجمله الاخيره يا استاذ محمد. ما فيش مصريين كتير بيجوا هنا، مع ان الاخوه السودانيين بيرحبوا بينا ترحيب شديد جدا وبيدونا اولويه، بس بلاقي من الصين اكثر مستثمرين يجوا يستثمروا هنا، سواء في الاستثمار الزراعي او التجاري. يعني حضرتك نوع الاستثمارات اللي حضرتك نوع الاستثمارات اللي بتعمل فيها ايه؟ الاستثمار الزراعي يا فندم. الزراعي طيب، لكن يعني انت يعني هنا في الاستثمار الزراعي. اتفضلي حضرتك. لا اتفضل حضرتك. هنا في مصر يا فندم الاراضي خصبه جدا، ومش محتاجه اي كيماويات، شويه تكنيك بسيط في الري، شويه ادوات وتجهيزات سلكيه، حاجات كده، لكن مش محتاجه وايد عامله طبعا، لان طبعا حضرتك مثلا زراعه القصب او القطن او في صعاب كثيره العماله او الرز، فكعماله برضه الناس هنا في السودان بترحب جدا بالعماله المصريه اللي هي تيجي تشتغل، وراس المال المصري كمان، سواء في الاستثمار الزراعي او التجاري او الصناعي. يعني حضرتك بتدعو لتشجيع الاستثمار من قبل المصريين في السودان، مش كده برضه؟ ايوه طبعا يا فندم، وبكره هنا في السودان برضه في مؤتمر كبير جدا للاستثمار والانمي الزراعي، اكيد الرئيس البشير بكره هيتفقوا ان شاء الله. واتمنى ان مصر تكون ممثله بقوه، ويكون بعد كده ان شاء الله في خطوات فعاله وقويه للمصريين باتجاه السودان. ومعايا على فكره صديقي وصديقي العزيز الدكتور صديق حبيب الله ابو الحسن، هيوضح لحضرتك شويه حاجات اكتر بالنسبه للاستثمار الزراعي، هو اخويا من السودان. طب اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا دكتور صديق، اهلا بحضرتك. الحمد لله. يعني اليوم سعدنا يعني بهدوم رئيس السيسي، يعني صراحه كانت لفته بارعه خالص من الحكومه المصريه. اكيد طبعا، اكيد طبعا. والعلاقات يعني مصر والسودان دي ده وطن كبير واحد،
والسودان معروف دايما ان هي سلة الغذاء في العالم. نعم انت ما تعرفيش، انا اخويا استشهد في سيناء في ممر نصر ايام الاذان الثلاثي. اه طبعا طب عندكم عندكم في مصر و ومنحة وإنسان من الشرطة العسكرية، يعني أنا طبعا مش غريب شوية عن مصر كده، أنا تعلمت الخط العلمي، أنا طبيب بحمل شهادة البكالوريوس من طب الأسنان من مصر الشقيقة. إنهاو طبعا نحن يعني نحن والله مش عايزين منكم، نحن لازم تجيبوا إذا في ضرورة ضرورة يعني ضرورة تم تنتج تستثمر في السودان. تمام صحيح. لا مع حضرتك حق طبعا، ويعني ان شاء الله يكون في دعم وفي دفعه كبيره للعلاقات المصريه السودانيه خلال الفتره اللي جايه على كل المستويات السياسيه. الله يسعدك، الله هذا اللي مطلوب، والله هذا المطلوب. ان شاء الله لما تكون في زياره لمصر، لما تكون في زياره لمصر ان شاء الله لازم تكون معانا ان شاء الله في البرنامج. دكتور صديق بشكر حضرتك. يعني هو اهالينا في السودان كمان يعني قد ايه كانوا مرحبين. انا عايز بس هطلع فاصل وهرجع لحضرتك بس عشان ايه يبقى في مجال الكلام اكتر، يعني خليكم معانا ومكملين بعد الفاصل ونبض القاهره. اهلا بيكم ورجعنا مره تانية وبنستكمل مع حضراتكم نبض القاهره. استاذ علي كان حضرتك قبل الفاصل كان حضرتك عندك تعليق على الزياره. عايز اقول لحضرتك ان موافقه الاشقاء الفارقه ان احنا نوقع الاتفاقيه دي في مصر دي القمه الثالثه. القمه الاولانيه كانت في اوغندا 2008 والثانيه في جنوب افريقيا في 2011. فموافقه ال 25 دوله على توقيع هذه الاتفاقية الهامة في مصر وإطلاق عليها اتفاقية شرم الشيخ ده تتويج للزيارات اللي الرئيس بيقوم بيها دي وللمجهود السياسي اللي بيحصل في هذا المجال، وده أكبر دليل على مدى فاعلية وإيجابية هذه الزيارات. أنا كان لي الشرف إن أنا ساهمت في إعداد زيارة الرئيس إلى فرنسا في 26 و27 نوفمبر، وأنا شاهد على العلاقات المصرية الفرنسية بما اني كنت رئيس المكتب التجاري هناك في هذه الفتره. هناك اختلاف 180 درجه ما بين العلاقه بيننا وبين فرنسا بعد الزياره الرئاسيه وما قبل الزياره الرئاسيه. فالزياره الرئاسيه دي حتى لو هي يعني مدلول كبير مش جداً بس موجود وليها انعكاس على العلاقات غير طبيعي يا فندم. انعكاس غير طبيعي. يعني انا كنت بقول انا سايب فرنسا وانا زعلان ان ده شهر عسل العلاقات المصريه الفرنسيه. احنا كنا بنكافح قبل الزياره قبل الزياره شويه وبتاع، انما يعني وانا شايف ان قبول الخطوبه يعني ان قبول ال 25 دوله قاده الخارج واجدوا في القاهره في شرم الشيخ ووقعوا هذه الاتفاقيه الهامه في شرم الشيخ وتسمى اتفاقيه شرم الشيخ ده تتويج للزيارات دي وللمجهود اللي حصل ده، لان غير كده ايه اللي هيخليهم يجوا يمضوا في شرم الشيخ في القاهره؟ اتفاقيه هامه زي دي واطلق عليها اتفاقيه شرم الشيخ ويتم التوقيع عن حاجه اسمها برضه اعلان شرم الشيخ، ده اعلان انطلاق المرحله الثانيه من المفاوضات، لان احنا في المرحله الاولى حررنا التجاره في السلع لسه في بعض اجزاء في التجاره في السلع وتجاره الخدمات. فاحنا هنعلن كمان في شرم الشيخ يعني القاده هيمضوا حاجتين هيوقعوا حاجتين في المؤتمر، قمه بتاعت الاتفاقيه نفسها بتاعت الدمج القتالات الثلاثه واعلان اللي هو بيسموه اعلان نوايا عن انطلاق المرحله الثانيه من المفاوضات في اطار دمج التكتلات الثلاثه ويسمى اعلان شرم الشيخ. فده ده نتيجه فعليه وحاسمه للمجهود السياسي اللي بيتعمل، غير كده ما كانوش هيوافقوا ان نوقع في اي بلد. كمان المؤتمر الاقتصادي استاذ علي، يعني النهارده المؤتمر الاقتصادي اللي حصل في مارس الماضي واللي الحقيقه برضو كان ليه نتائج وليه انعكاس كبير جدا على مستوى العالم كله وعلى مستوى واحنا يعني موجودين في المؤتمر، وشفنا تقريبا معظم القاده وزعماء الافارقه وهم كل واحد بيطلع بيقول كلمه في المؤتمر الاقتصادي. يعني اعتقد برضو ده برضو من تبعات المؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ كان عنق زجاجه بالنسبه لنا بالنسبه للاقتصاد المصري، ويعني الحمد لله الحمد لله حقق اكتر كتير مما احنا كنا متوقعين، وده بان من فرحه الرئيس في اخر يوم في المؤتمر لان احنا اكثرنا تفاؤلا
ما كانش متوقع ان هذه الحجم من العقود الفعليه اللي هتتوقع واتفاقيات مذكرات التفاهم اللي هتتعمل. فيعني شرم الشيخ ادى دفعه كبيره جدا للاقتصاد المصري واثر كتير قوي، هياثر كتير على المرحله الجايه في الاقتصاد المصري. ايه اللي انتم بتطمحوا اليه خلال يعني الفتره اللي جايه وبعد هذه المؤتمرات الكبيره اللي هي بتبتدي تروج او بتبتدي تمهد لوضع مختلف على المستوى التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وبين الدول الافريقيه؟ يعني اكيد في خطه النهارده من قبل مثلا وزاره التجاره والصناعه للعمل والانطلاق نحو افريقيا بشكل وضع مختلف خلال الفتره. حضرتك احنا لسه كنا الاسبوع اللي فات ده احنا عملنا اجتماع، احنا يعني اولا شايفين ان لازم يكون في دور لرجال الاعمال والقطاع الخاص في تحديد سياسات مصر الخارجية. فاحنا عملنا اجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال المصريين واكسبولينك، دي احد الشركات او الجهات العاملة في جمعية المصدرين المصريين، لان احنا قلنا ان احنا نعمل استراتيجيه في افريقيا لازم نتكلم مع ستيك هولدرز، مع الناس اللي هينفذوا الاستراتيجيه دي. فاحنا قعدنا وسمعنا وابتدينا فعلا ان احنا بنعمل خطه للتحرك في افريقيا. هنقسم افريقيا الى غرب وشرق وجنوب، لان في معضله في التعامل مع افريقيا طول عمرنا اقتصاديه ان احنا بنتعامل معاها ان هي كتله واحده، مع ان في ما يسمى شرق افريقيا وغرب افريقيا وجنوب افريقيا. فاحنا قسمنا الافريقيا الى المناطق الحيويه بتاعتها، ابتدينا نعمل محاور عشان اخش في شرق افريقيا لازم اخش منين على فين بلد ايه، ابتدى الكلام يبقى كلام عملي يمكن تطبيقه. انا محتاج نقل، عندي مشكل شحن مع افريقيا لان في بعض الدول حديثه ملهاش اي منافذ بحريه دلوقتي، اسكندريه كيب تاون الطريق ده يعني على وشك ان هو ينتهي، فانا هيبقى عندي خط بري نقل بري من شمالا من الاسكندريه جنوبا حتى كيب تاون، في خط ملاحي شغال في غرب افريقيا من الاسكندريه لبعض الدول في غرب افريقيا، وبندور دلوقتي ازاي نعمل حاجه في شرق افريقيا، لان احنا احد مشاكل بتعوق التجاره بيننا وبين افريقيا النقل. صحيح. فدي حاجات اللي توصلنا ليها ازاي هنتقدم خطوه. في مشكله في افريقيا ان هو لازم تكون في بضاعه حاضره موجوده في السوق، مش ما بيطلبش زي اوروبا وكده، فابتدى الكلام ان احنا يبقى عندنا معارض دايمه في افريقيا في بعض البلاد فيها. احنا شايفين ان احنا فرصه زي محمد بيه ما تفضل في قطاعات كتيره جدا، الصناعات البلاستيكيه، الصناعات الهندسيه، الادوات المنزليه، الادويه، ولينا يعني في فرصه زي محمد بيه ما تفضل في قطاعات كتيره جدا، بس لازم تكون البضاعه متاحه امام المستهلك في الدول دي. فابتدينا ازاي نفكر انها نعمل معارض دايمه او مخازن دائمه، اكتشفنا عندنا اراضي مصريه في بعض الدول الافريقيه يمكن استغلالها، عايزين نفعل عندنا قوه ناعمه مش واخدين بالنا منها خالص اسمها شركه مقاولين عرب. المقاولين العرب ليهم تواجد قوي جدا في افريقيا وفعال وعلاقات بقاده وزعماء هذه الدول، لان هم نفذوا كثير من مشروعات البنيه التحتيه. صحيح، بنوا البنيه التحتيه، احنا مش عارفين لسه ما استغلناش القوى الناعمه بتاعت المقاولين العرب. عشان كده رئيس الوزراء بيروح بقى وبيبقى فرحان وبيتم الحفاوة بيه يعني. في اخر زياره انا اتذكرها في الكونغو كان في استقبال حافل هناك. شركه الناصر صناعه التصدير دي شركه ليها تواجد في افريقيا، لابد من اعاده هيكله الشركه كلها، اتفق كل مجتمع الاعمال ان لابد من اعاده هيكله شركه النصر والصناعات التصدير عشان تعرف تتواكب مع الظروف الجديده ونركز في افريقيا ونستغل تواجدهم على الارض. ففي محاور وفي خطه فعلا مسمينا احنا ما بعد، زي ما عملنا كده في شرم الشيخ، ان احنا بقينا اهم حاجه قبل بعد المؤتمر متابعه المؤتمر، عشان كده تم تكوين وحده في رئاسه الوزراء لمتابعه. كويس قوي. شرم الشيخ احنا برضو هنعمل وحده لمتابعه المؤتمر بتاع شرم الشيخ بتاع قمه قطاعات السلاسل. طب كويس. استاذ محمد، مجلس اتحاد الصناعات ايه النهارده اللي هو برضو بيشتغل عليه؟ وزي ما قال استاذ علي ان محتاجين النهارده رجال الاعمال، محتاجين النهارده اتحاد الصناعات، محتاجين يبقى فيه بس مش شغل على مستوى الدوله، لا محتاجين شغل على مستوى رجال الاعمال والناس بشكل عام ان هي تتوجه الى افريقيا. ايه اللي ممكن يكون النهارده معوقات او حاجات بتعوق هذا التوجه نحو افريقيا وخلق سوق كبيره جدا
لمصر في افريقيا، خاصه ان يعني برضو 320 مليون بني ادم في القاره الافريقيه، اعتقد يعني ده هيبقى حاجه مهمه جدا لمصر في الفتره دي. هو يعني ما فيش عاقل ينكر اهميه افريقيا من ناحيه الاستراتيجيه ومن ناحيه ايضا التجاريه والاقتصاديه بالنسبه لمصر. عشان كده اتحاد الصناعات كان معني جدا بانه يهتم بالسوق الافريقي وشكل لجنه خاصه بالتعامل مع افريقيا. وانا خلال السنوات اللي فاتت حضرت اكتر من اجتماع لمجلس اعمال رجال الاعمال الافارقه اسمه كوميسا بيزنس كونسل، وكنا بنلتقي بزملائنا واصدقائنا من رجال الاعمال في الدول الاخرى عشان نناقش فرص التعاون. وفي عندنا الحقيقه عدد كبير من رجال الاعمال المصريين، زي النموذج اللي احنا سمعناه دلوقتي السيد محمد خميس بيستثمر في افريقيا، في اخرين بيستثمروا في اثيوبيا، في اخرين بيستثمروا في كينيا. ففي عندنا توجه لهذا الموضوع. اخر لقاء الحقيقه كان من 10 ايام مع السيد الوزير منير عبد النور، وناقشنا في ما يجب عمله في افريقيا في الفتره اللي جايه، وكلمنا عن كل المعوقات اللي برضو علي بيت اتكلم عليها دلوقتي، بما فيها مشاكل الشحن، بما فيها مشاكل النفاذ للاسواق، بما فيها مشاكل التزام الدول الموقعه على الاتفاقيات بما توقع عليه. يعني عندنا امور كتير وخطط للانتقال للسوق الافريقيه، وبالتاكيد الدمج اللي هيحصل بين الثلاث تكتلات هيخلق سوق جاذبه زي ما حصل مع الكوميسا. احنا صادراتنا للكوميسا زادت على الاقل 5 أضعاف، من 400 ل 2 مليار، واحنا شايفين الرقم ده لازال متواضع. لكن لو دخلنا بقيه التكتلين الاخرين اعتقد ان ده هيساهم في نمو صادراتنا. اللي بيحصل النهارده ده في افريقيا انا رايي ان هو مش ده خطوه، لان احنا تبقى افريقيا كلها سوق مشتركه. يعني اذا كان احنا متاخرين في القاره الافريقيه، نحن تاخرنا كثيرا عن بقيه الدول بقيه القارات. احنا النهارده بنشوف كروس كونتيننت، يعني بنشوف النهارده الولايات المتحده بتعمل اتفاق مع اسيا، وبنشوف الولايات المتحده بتعمل اتفاق مع اوروبا، يعني اللي بيسموه ترانز اتلانتيك بارتنرشيب، واتفاقية اخرى مع كل دول اسيا اللي هي الباسيفيك. فعندنا التوجه العالم للتكتل الاقتصادي بقى اسرع، بوتيرة اسرع قوي من اللي بتحصل عندنا. احنا لابد ان نتحرك، وانا سعيد بعودة مصر لافريقيا، لانه الدور القيادي اللي كان بتلعبه مصر في افريقيا في الستينات يجب انه يعود مرة اخرى لمصلحة افريقيا ولمصلحة مصر. اكيد، واكيد طبعا مع يعني التوجه الجديد للقيادة السياسية والعمل الحقيقة اللي بيحصل النهاردة على مستوى الفكر السياسي الجديد والاصرار على عودة مصر فعلا بقامتها وقيمتها الكبيرة كدولة مهمة جدا وكدولة رائدة في أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط. يعني أكيد إن شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى التغيير واضح والناس هتشعر بيه بشكل كبير خلال الأحداث اللي جاية. الحقيقة أنا وقتي خلص، ولكن يعني أنا بشكر حضراتكم على وجودكم معايا، وإن شاء الله هنتابع كمان من خلال بداية بإذن الله المؤتمر الكبير في شرم الشيخ. وجميل إن الواحد يكون دايما كده، يعني شرم الشيخ في قلب الأحداث طول الوقت الحقيقة، يعني كل شوية في مؤتمر كبير وده مؤتمر مهم بصراحة، وهي تستحق طبعا مدينة السلام. والنهاردة بقت هي تيمة النجاح وتيمة زي ما بيقولوا
يعني التغيير الايجابي ان انت النهارده تعمل مؤتمر ويبتدي. كنا بندعو ان يبقى عندنا مؤتمر للمراه كمان في شرم الشيخ، ولكن وعدونا ان شاء الله يبقى في تفكير كبير. لا هنروح وناخد الناس اللي بتدعمنا مش اي حد تاني يعني. ولكن قبل ما اختم عايزه اقول ان بلاتر استقال من رئاسه الفيفا، ودي الحقيقه يعني مفاجاه مفاجاه كبيره جدا. و نازل ما اعرفش بقى هيتنازل يعني الامير الامير علي ولا هيعمل ايه، ولكن يعني عشان يتفتح بقى الملف بتاع تنظيم قطر لكاس العالم اكيد هيبقى فيه احداث وفي حاجات كثيره جدا. ولكن اهم حاجه قبل ما نقفل وقبل ما نختم طبعا الحفاوه الكبيره اللي استقبل بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين وفي المانيا، واللي ابتدأتها الجاليه المصريه بعزف النشيد الوطني، وكان طبعا مراسم الاستقبال الكبيره جدا اللي قوبل بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين، ومن قبل كمان القياده الالمانيه ومن قبل الوفود اللي راحت تستقبله سواء الجاليات المصريه والعربيه اللي موجوده هناك، او حتى مع الوفد الشعبي واللي خرج معاه من مصر. ان شاء الله زياره هنستكمل مع حضراتكم تفاصيلها بكره باذن الله. وعايزين دايما كده نفتخر ونبقى دايما يعني مبسوطين ان فعلا ان مصر بيحصل فيها تغيير، وان في قياده سياسيه بتفكر بشكل مختلف عما سبق. بشكركم مره ثانيه، وكنت معاك سحر عبد الرحمن، وبكره حلقه جديده ونبض القاهره.